اهلا وسهلا، شو اخباركم؟ طبعا اليوم احنا متحمسين مره على اللوك اللي راح نسويه مع جميلتي نجاة. نجاة طبعا من اول الناس، تخيلوا، اللي مسكتها في الميك اب قبل كم سنه؟ 5 سنين. 5 سنوات، فراجعينه بقوه ان شاء الله. اليوم انا حابه اسوي لها لوك، يعني اقدر اقول انه يعني مو شخصيتي اللي بعده، انتوا بتشوفونه في النهايه. مره احبه، واحس ما في بنت ما تحبه صراحه. يكون اي لاينر، بس يكون، عرفتوا الاي لاينر اللي تحت القاعده ساده، تحت ما في مسكره، كذا قطعه واحده، ما في اشياء تحت، اللي تحت يكون مره كذا نظيف بزياده. عرفتوا اللوكات القديمه الفنتج اللي تكون يعني ما فيها اشياء كثير، ما فيها هايلايت كثير وزي كذا، فهذا اللي راح اركز عليه اليوم. أنا اخترت لها عدسات كلاي من ديفا، انا مره احبها على نجاة، وحتى هي صراحه تقول يعني دائما تلبسها، معتمدتها هي اللي علمتني عليها انه مره حلو عليها وفعلا خيال عليها. قاعد احطها الحين وبقول لكم الحين وش راح نسوي، بس للي ودها تشوف فقره العدسات كيف هي تلبس. اوكي تمام. درجة العدسات صايرة، شو نقدر نقول عنها؟ كأنها زيتي على رمادي، صح؟ تعتبر، ما تعتبر رمادية، زيتي على رمادي وفيها شوية عسلي، فمع بشرتها هي تعتبر مو فاتحة في الواقع، يمكن هنا أفتح بس هي شوي أغمق، مرة مناسبة، وحتى مع مسكرة وزي كذا مع الشعر الأسود بعد أحسها مرة طالعة حلوة. راح نبدا ميك اب. اول شيء راح نبدا فيه راح نرطب لها بشرتها. راح نستخدم اليوم كل شيء اور جلاس، مره مبسوطه كيف حبيته وكيف النتائج عليه. فاول شيء راح نبدا نرطب بشرتها باور جلاس. اوكي، اهم شيء انه ما في سيليكون، ما يكتم البشره. تمام، راح احطها على فرشه فلات واوزعها على كل البشره، وترى في واقي شمس على فكره، فتقدرين يعني تستخدمينه كواقي شمس. طيب راح اوزعها على كل بشرتها. هذا اللون الابيض الحين بتشوفون كله يختفي، بس لانه في واقي تحت العين والجبهه. هذا للي تبي شيء دوامات، حق شيء يومي وتطلع. بعدها استخدمت لها السوفت فوكس، طبعا هو تستخدمينه قبل الميك اب بعد الميك اب، غمضي بهذه الطريقه يرطب لك البشره كلها وما يترك اثر دهني. هذا اللي انا وضحته المره اللي راحت، فحتى اللي بشرتها دهنيه بامكانها انها تستخدم رشته خفيفه، ما تحسينها قوامه مثلا مويه، لا تحسينها رذاذ. الحين بستنى لما ينشف، طبعا انا زايده ترطيب لاني ابغاه مع التصوير اكثر، فتشوفون الحين مره مرطب. اوكي، نجي عند الخطوه الثانيه، راح استخدم لها برايمر للعين، نفس الشيء حق اور جلاس، طبعا ما في لون بتشوفونه معي الحين، يعني ينحط بيج كذا نقطة بحط فيه بنات على فرشة، ولازم تسوين هالحركة تخففين منه، ما تاخذينه على طول وتحطينه على العين، لا شوفي شلون تاخذين بس البقايا كذا، شوفي صارت الفرشة كلها مبللة، غمضي وتحطينه بهذه الطريقة، لازم عشان حتى الشادو معاي يثبت ولا يخطط، يا كونسيلر يا هذا إذا تبغينه يبقى معاك مدة. شوفي هذه الطريقة. أوكي بنات، واهم شيء ادمجه، ما يكون فيه خطوط او شيء، لا المدمع العين اركز عليه تحت الحاجب. عند الخطوه الثانيه اللي هي بسوي لها كونتور للعين قبل الاي لاينر، مو بشادو لا، ككونتور لون خفيف، فبستخدم لها اوربا، بس خذيت بنات نتفه لون بسيط بس كونتور للعين، غمضي نجاة، ايوه غمضي، وابدا ادخل من وين، ركزوا معي من هنا من عند كسره عينها، وابدا ادمج بهذه الطريقه. تمام، وعلى برا الحين انا بس رسمت لها اللي وين ابي الكونتور بهذه المنطقه. تمام، بعدها اجي فرشه الدمج اللي راح ادمج فيها وابدا اوزع واحرك هنا بهذه الطريقه، بس بما ان اللي حطيته كريمي فلازم شيء بلاستيك يكون، او يعني عرفتوا مو شعر طبيعي زي كذا انه يدمج، ولا ما راح يدمج معك بيصير مكتل. تضغطين بهالطريقة ورفعتها على فوق، أهم شيء السحبة هذه أنا أبيها على فوق مرفوعة، فأنا أحدد وبعدها أرفع على فوق أدمج، يكون بشكل طبيعي أهم شيء، وما يكون فاتح تحت الحاجب بعدين اللون، كله داخل على بعض.
طيب ابدا قلت لكم ارفع على فوق واسوي لها هذا الكونتور بهذه الطريقه وتكون الرفعه على فوق. شايفين معي؟ شوفي ستريت، تحسين العين كذا رفعت وصارت جاهزه اني احط لها اي لاينر. انا ممكن اني احطها وما انا مو حاطه لها شيء، بس عرفتوا لاني انا ما راح احط لها ماسكارا تحت ولا راح احط لها شادو تحت، فاحتاج العين مشدوده، وخصوصا ان حواجبها مرتفعه بس فيها كسره بسيطه اللي هي رفعت لها العين، فبتطلع العين مره تمام. اوكي الحين عند رسمه الاي لاينر. طيب الرسمه اللي ابيها عريضه من الطرف وطويله، بما ان عندها مساحه فاقدر العب فيها. فيلا نجي عند الخطوات، انا بوريكم تكنيكي في الاي لاينر. اول شيء تبدين فيه، انا بالنسبه لي غمضي نجاه لا تفتحين، احب اسحب العين لو شيء بسيط، اوكي حتى لو مسحوبه. ابدا من وين؟ من نهايه العين، حلو النهايه الطرف، يدي مره خفيفه ما اضغط عشان ما اتهور. طيب كاني اسوي لها بس تحديد او تاسيس وين برسم، هذه الطريقه. اوكي هذه الخطوه الاولى، سويت الخط الاول رايح. اجي عند طرف الاي لاينر، لما ابدا من طرف الاي لاينر ما اضغط عليه من بدايته، لا اروح يعني اترك مسافه بعدين اجي ارسم عشان بعد نفس الشيء ما يكون طويل بزياده. يعني اجي هنا اشوف الطرف وابدا اضغط وادخل على جوا. حلو هذه الخطوه الاولى. بعدها الحين ابدا اعبي المنطقه هذه للحين انا ما خلص، بس كاني للحين قاعده اسس بس بشوف الرسمه. حلو اجي مره ثانيه اسحب شوي العين، شفتوا هنا الكسره فاضيه هذه، يدي مره خفيفه وابدا اضغط على الاي لاينر وما اضغط بقوه، حتى لاحظوا معي مو مرسوم مره زين، بس عشان حتى لما اغلط سهل علي امسح، ما اتوهق انه يكب معاي بسرعه ويطلع مو حلو. تمام الحين بما انه عجبني راح اعبي. اوكي واسحب لها اياها بهذه الطريقه، حسيت الرسمه الحين تمام. اجي الحين اعبي صح انه يكون اسود ومرتب. اوكي بهذه الطريقه. اوكي الحين انا سويت لها الاي لاينر. انا وريتكم مثال طولتها زياده، نفرض ان احنا غلطنا وطولناه بزياده، كيف نمسحها بدون ما احنا نشيله كله او نجيب العيد؟ اوكي يعني انا اعتبرين الحين ان انا طولتها بزياده. اوكي بنات الحين ايش راح نسوي؟ راح اخذ عود اذان، اهم شيء يكون اللي مبوز كذا، عرفتي ما تكون اللي جهته هذه، لا هذه ما راح تنفع، هذه ما راح تحدد الاي لاينر. احسن شيء بنات اللي تجيكم هذه، شفتوها شلون مبوزه؟ هذه مره تسهل لنا حتى في الاي لاينر كل شيء. يلا الحين نشوف كيف راح نقصها. حطيت فيه ميك اب ريموفر، طيب اللي هو مزيل الميك اب، غمضي نجات، اقوم ابدا من فتحه العين نفسها حتى لو ما فيها شيء فاضي عشان تحدد لي صح، واسويها واشد بهذه الطريقه. شفت شلون قصرتها؟ هذا الزايد امسحه عادي، بس شفت شلون يعني مو، خليني افهمكم، مو تجين هنا وتمسحين شوي شوي بدنا تجين هنا تمسحين، لا اعطيها واحده كذا شده ولفي كذا وشيلي فيها الاي لاينر، فهمتوا علي؟ الحين الزايد هذا عادي، خلاص حطيت له ريموفر غمضي وهذا شلته هذه الطريقه. شوي شوي ما اجي عنده. تمام كذا اموري تمام. يلا نجي الحين عند الخطوه اللي بعدها. الحين سويت النص اللي هو هذه الجهه كلها وتاكدت انه تمام ولونه حلو وما في فراغات او مكسر او انه معفط. يلا غمضي الحين باجي مثلا اكمل لها، شوفي تحت تحت تحت، ايوه ابدا هنا اسوي لها اللاين هذا. اوكي هذه الطريقه. دائما شوفوا البدايه، انا اشوفها دائما انها طبطبه، بعدين تمسحين شوي، النهايه هي اللي يبيلها شخطه، بس البدايه غالبا عشان يطلع معك مرتب كلك تطبطبين كذا بالاسفنجه على العين عشان ما يطلع نقطه اي ونقطه لا، فهمتوا علي؟ زي كذا شوي شوي، انت خذي راحتك يعني لا تستعجلين، افتحي بهذه الطريقه. يلا الحين بنضف لها تحت الحاجب، باخذ لها الكونسيلر بعد نفس الشيء من اور جلاس، ندفه ما اكثر، يا دوب شيء بسيط بس تحديد، وانه اذا كان في شعرات طالعه الخفيفه، عرفتوها اللي بدايه الطلعه هذه
انها تنظفها بهذه الطريقه، ما يكون محدد. اهم شيء اخذ فرشه الدمج نظيفه وابدا ادمج بهذه الطريقه، كله طبطبه شوي شوي. الخطوه اللي بعدها ابي احدد الايلاينر عشان مره يكون كذا شارب. نفس الشيء اخذ الفرشه حقت الحواجب اللي تكون مره نحيفه، تاكدي ان انت شايله الزايد منها، طيب خصوصا اذا بتنظفين الايلاينر يعني مره مره. اخر شيء ابدا عند الايلاينر وابدا احدد، ايوه زي كذا. انزل الخط هنا عشان ما يحوس علي وقت الدمج. شايفين معي بنات كيف حددته بهذه الطريقه؟ اهم شيء ما يكون كميته كبيره. اعرفي اذا انت الكميه حطتها كبيره راح تدمرين الايلاينر، يعني يا دوب بقايا الفرشه راح استخدم الايزي واي الصعنونه مو بالكبيره الصغيره، غمضي وابدا اضغط وانزل. هي ثنتين اصلا يجون مع بعض كبيره وصغيره، انا باخذ الصغيره هي اللي تحدد لي مره. اوكي انا كذا اموري تمام. راح استخدم لها الحين الفاونديشن، طيب يا دوب بالفرشة، طيب طرف الفرشة شيء بسيط، اتأكد لونها، اشوف بهذه الطريقة من تحت اتأكد، ايوه تمام مناسب قريب من رقبتها مرة. طيب ابدأ الحين خفيف بس شيء بسيط، ابدأ اطلع لفوق بهذه الطريقة ما اكثر بنات. هي بشرتها تعتبر مرة كويسة بس العروق هي اللي بنخففها. هذه المناطق هذه هنا مسام، هنا مسام، هنا محبوب صغار، هذه المنطقة مشدودة تجنن، دائما عندنا امورها تمام. الجبهة ما نكثر فيها مسحة بس هذه المناطق هي اللي تبين معانا تكتل، خصوصا هنا عند الخشم، فدائما هذه المناطق وشو مسحة اللي بالبقايا، يعني انا اذا حطيت كذا غلط، اذا كثرت فونديشن فتحة الخشم هذه اللي على جنب غلط، فدائما وشو البقايا اللي بالفرشة. طبطبة مع مسح وأدمج مرة كويس. الجبهة بقايا، طيب نفرض أن الجبهة فيها حبوب، طيب حطي أنتي فونديشن مسحة بس أعطيها لون والحبوب بالكونسيلر، لكن أنك تغطين كل هالمنطقة حقت الجبهة بالفونديشن هذه يعني طحين، بتصير تكتلات كذا كأنها يعني حتى الفونديشن كويس. أوكي الحين حطيت الفونديشن تمام، احيانا لابد خطوط شوي هنا الفونديشن، هنا شوي تكتلات بالاسفنجة هذه ايزي واي بعد نفس الشيء، ابدا اطبطب عشان بس يعطيني اللوك الفينشينج حقه يصير قطعة واحدة جد، حتى الزايد يشيل لي اياه، عرفتوا؟ هنا الخشم ترى كان في خطوط ما ادري اذا مبين عندكم، كان مكتل شال لي كل الزايد، يعني اعطاني كذا بالنهاية قطعة واحدة. اهم شيء استخدم الجهة الفلات هذه، هي لو انه يعني تحت لا هنا هذه الجهة. اوكي بهذه الطريقة، حلو بنات واضح؟ راح استخدم لها الحين الكونسيلر. طبعا نجاة زي ما قلت لكم عندها تعتبر هالات وفيها عروق نفس الشيء، فايش راح نسوي؟ لو بحط لها بنات مباشرة الفاتح ممكن يقلب معي رمادي، ممكن، لكن انا عشان ادارك هالشيء من البداية عندي درجتين اغمق شوي من بشرتها ولفسهم بشرتها بالضبط. حلو شلون؟ شوفوا ابيكم تركزون معي مره زين في فقره الهالات، ابيكم مره تسمعوني زين وبس القط التكنيك صدقيني راح كل شيء يصير عليك مره سهل. مجرد ما ان عندك هالات اذا كثرتي من الغامق بيقلب برتقالي، هذه خليها قاعده. طب قد ايش احط؟ خليك معي شوفي، خذيت الغامق شوفي الكميه 1 2 نفرض. اوكي ابدا ادمجه، شلون اعرف ان انا اموري تمام؟ ابدا ادمجه بس ما يجي هنا على الفاتح بس على الهالات. اوكي بهذه الطريقه شوي شوي، ما اشيله كله يعني طبقته احافظ عليها مو امسح، لا لازم في طبقه. هذه يدي يا دوب تضغط، هذا هو شفتي هذا الحين انا اموري تمام، حس لما شفته غطى لي منطقة الهالات ولاحظي صحح لي اياها مع لي النغامق، انا الحين اموري تمام. الحين اخذ الفاتح وابدا، لاحظي وين احطه؟ عند الكسرة 1 2 3 4 نفرض ان هذه الكمية. اوكي ابدا اطبطب، اهم شيء لاحظي وانا ادمج ما
تركت مساحة ومساحة كلها جنب بعض، يعني مو أروح هنا بعدين فجأة هنا. أوكي شوفي الحين ببدأ أدمج، لاحظي يدي خفيفة وما أشد على الكونسيلر ولا أطلع فوق عند الخطوط، هذه أهم شيء. أوكي شوي شوي أدمجه مع الخد عشان ما يبين لونين. الحين نجي عند هذه المنطقة زي ما أنتم شايفينها، هذه شو أسوي؟ أيوة فوق فوق، أروح الجهة الفاضية اللي ما فيها شيء بس عشان أدمج الحدود، وأبدأ أطبطب، يعني ما أكثر تحت العين خطوط، ما أكثر تحت العين كونسيلر. أوكي شوفي طبطبة، يبغى لها بس هذه التكنيكات يبغى لها واحدة رايقة والله جد، تستوعب هي ايش قاعد تسوي، لأن مرة سهلة بس الفينشنج يبغى له يعني تركيز شلون أنا أدمج. صايرة ما أحب أرقي الكونسيلر مرة تحت العين على فكرة، لأن أحس يطلع خطوط حتى لو ما فيك خطوط، فأكتفي فيه أصلا يعطيني منظر حلو للعين كأنه شادو. الوصول لهالمنطقة صعب صح ولا لا؟ فأنا أخذ الإسفنجة الصغيرة وعشان ما أحوس الدنيا ها طبطبت عليها وبس كذا تمام. الوصول لهالمنطقة صعب صح ولا لا؟ فأخذ من الكونتور شيء بسيط. طيب أبدأ وجهها يعتبر صغير، صغير ما يحتاج كونتور، بس يبغى له برونز شيء كذا يعطيها تاتش، يعني يملحها يعني يزيدها جمال، فهمتوا؟ فانا ما راح احدد لا، بس يا دوب شوفي من وين عند فتحة الاذن، مو من هنا على تحت لا، شوي بطلع لها فوق زيادة هنا فوق العظمة، يعني يعطيها لوك كذا خفيف برونز. الجبهة نفس الشيء تحت العظمة، يعني بس عرفتوا لون يعني ما يخليها باهتة. اخذها فرشة الدمج وببدا اطلع على فوق، دمجي ما يكون كذا رايح جاي لا، على فوق شوفي السحبه هذه الطريقه، وادخلها على الخد كنها بلاشر شوي. تمام اجي هنا انزلها عرقبه شوي خصوصا الغامق. الجبهه نفس الشيء ارفعها على فوق هذه الطريقه. اوكي راح اجي عند الانف، خليك ستريت نجات ايوه برافو، بجي عند الانف كونتور الانف شيء بسيط على العظمه بس بهالطريقه، طلعت على فوق عشان اصغر لها بس هالمنطقه شوي ستريت زياده ايوه هنا، نسكرها شوي النقطه هنا النقطه هنا الشفايف شوي عشان لما اكبرها ارتاح. اوكي ببدأ الحين أدمج، شوفوا بشرح لكم دمج الكونتور شوي زيادة عن دائما. المشكلة إن البنات دائما يقولوا لما ندمج يا ينزل تحت ويعرض الخشم يصير كبير، أو يجي هنا ونجيب العيد. فأنا شو بقول لك، شوفي عندك يا فرشة مثلا ماربل تدمجين فيها، بس من وين لازم طرفها؟ أوكي لازم الطرف حلو، فشوفي معي ركزي معي شلون أسويها، رايح جاي رايح جاي بخفه ما اضغط بقوه عشان حتى هو ما يروح. شوفي شلون قاعد يندمج معي بسرعه، بس ما تشيلين يدك ها بهذه الطريقه. اوكي شوفي كيف اندمج. طيب لسه ما خلص، بس انا شوف الخفه لما يعني مو معناته لما اضغط انه بيندمج صح لا، بس يدك مره خفيفه واختاري الفرشه الصح. طيب شوفي اهم شيء ما يجي هنا على النص. اوكي وترى نوع الكونتور يلعب دور، البشره اذا كانت جافه صعب بتصير صعب عليها الدمج، عرفتوا علي؟ فانا اركز بهالاماكن، انا بعدين بنور اللي في النص فما تفرق معي، الحين بس اعطيتها كقاعده. اوكي خذيت الكونسيلر الفاتح يا دوب شيء بسيط بالفرشه عشان انور لها هالمنطقه، عادي تقدرين تستخدمين اصبعك اذا انت حابه، بس شيء بسيط معي. بنات جمال الفونديشن لسه ما ثبت ولا شيء، الحواجب لسه ما خلصت، بس ابغاكم تركزوا لي على الفونديشن. ابغاك ستريت نجات ايوه، عندها شوي حفره بسيطه، هذه تختفي بايش؟ بالتكنيك الحين بشرح لكم اياه اللي تو شرحته حق الهالات. الحين اذا فيك حفره زي مثلا خفيفه زي كذا، كيف انه ممكن توخرينها؟ ابدا تاخذين الكونسيلر الفاتح نفسه بالاسفنجه مثلا او بالفرشه. طيب ركزوا معي بنات، خليك ستريت ايوه،
وين الحفرة هذه؟ أجي عندها هي، مو بكل العين، أجي بس عند الحفرة. لما دمجت الحفرة الكونسيلر الفاتح أهم شيء أدمجه مع الخد. شايفين معي النتيجة؟ عشان ما يصير فجأة هنا بس فاتح. شايفكم؟ شوفي ستريت، لا نزل راسك عشان يشوف. أيوة برافو. شايفين معي كيف؟ تمام، واضح لكم بنات؟ أبى استخدم لها البلاشر الكريمي، طبعا الروج قد استخدمته لكم في التوتوريال، راح بحط لكم اياه. برفع لها الخد، احط لها بهالطريقه بسرعه يندمج، فلا تخافون. احيانا تقدرين تستغنين عن البلاشر الكريمي، تستخدمين اي روج عندك انت تحبينه، بس اهم شيء يكون قوامه كريمي، يعني ينفع طبطبه على فوق بهذه الطريقه وارفعها على الخد شوي. شفتوا وين هنا يجي؟ لانه يناسبها هاللوك اللي هو كذا جاي بلشر شوي هنا وشوي هنا، عرفتوا؟ اهم شيء تكون الدرجه صح، ما يكون اوفر محومر عشان يندمج وما يبين اوفر. لو حسيت انك زدت شوي هنا تمسحينه. اوكي زدت لها البلشر حبتين وشوفوا تحت العين. الحين هو التغطية اوكي، نجي عند الحفرة. شوفوا كيف اللوس باودر راح تفرق معانا من ناحية الحفرة. ابدا اخذ باودر مع اسفنجة ايزي ويف. طيب اور جلاس، هذه اللوس باودر بنات مو طبيعية صدق. شوفي فوق. اوكي ابدا طبطب. بالعادة تخيلوا انا ما احب ازيد اصلا اللوس باودر، بس هذه قوامها خيال. بس على هالمنطقة اوكي، اتأكد هنا انظفها وادمجها مع البشره. شوي لفي. ايوه شوفوا معي لما حطيت اللوس باودر كيف الحفره خفت تقريبا 70-80%. اعطيني وجه بالضبط ستريت عشان يشوفون. ايوه برافو، شوفوا كيف الحفره بنات، رائعه رائعه. بس اهم شيء التكنيك اضبطيه، ويبغى له دمج عند فوق الكونتور الخشم. انا عارفه بين الشفايف والخشم، بس ابغاكم تركزوا لي على هذه الاشياء. لفي هنا. ايوه بعد لفي زياده. شوفوا البشره كيف صارت قطعه واحده. الحين انا اموري تمام، اشتغل صح، انطلق صح. نجي الحين عند فقره الهايلايت. هذا هو الهايلايت الكريمي. اوكي إذا قلت لكم من يعني الهاي براندز الموجودة أحلى هايلايت، هذا رائع إذا تبغينه كريمي وتبغينه حتى بدون ميك اب. طيب باخذ بالفرشة يا دوب شيء بسيط طرف الفرشة، أبغاكم تشوفوا اللوك اللي يعطيني إياه. غمضي نجاة. أيوه هنا بس مو مدمع العين، عرفتوا؟ بس كسرة العين يعطيني كأنه لوك الموية. هذا أنا مرة أحبه حتى بالتصوير، يعطيني إنعكاس مرة حلو. الهايلايت طرف الاسفنجة. طيب بطبطب على الخد ندفى. شوفوا ابغى تشوفون الجمال، ارفع على فوق. اوف عاد هذا جوي هنا، هذه الكسرة هذه. عادي لا تخافون اذا صار زي كذا، اهم شيء اذا صار كذا كتل ما نسحب، لا كله طبطب عشان ما نخرب حتى الفونديشن. اوكي على فوق الحاجب، عطيتها كذا مسحة خفيفة هنا شوي، بس خشم شوي تكم. الحاجب عطيتها كذا مسحة خفيفة هنا شوي، بس خشم شوي تكم. الحاجب الحين أنا حطيت لها الهايلايت، إنه جات لفي لي على الجهة اللي صلحناها. شايفين معي؟ أيوه عطيني ستريت. أوكي كذا تكنيك بسيط ويحلي وأحس جو كل أحد. الحين ايش راح اسوي؟ ركزوا معي. قبل الماسكارا، قبل اي شيء ممكن يسيح، قبل الروج، قبل الحواجب، برش لها الفيكس عشان يعطيني اللوك احلى واحلى. راح استخدمه حق اور جلاس نفس الشيء، مره ريلاكس ولا تفتحين. اوكي شوفوا هي وانا اضخ لها كذا ما تفتح. ليش؟ اذا حركت نقطه بيطلع خطوط الوجه، بيصير عند الفم خطوط وحول الشدو خطوط، فتصيرين سايلنت لما ينشف. استخدم لها الحين مسكرة حواجب. عندها هذا الحاجب حلو وهذا الحاجب مرتفع، بس يبغى لها كم شعرة. تمام ما يحتاجني ارسم لها، بس انمشط على فوق في المسكرة.
هو اوريدي راح يعطيني لون ويعبي لي شوي الفراغات هذه. مشط لها اياه بالصابونه، بس لزقت لها اللي احتاجت انها تتلزق، الكيرليات على قولتهم، اوكي، عشان بس تثبت لي اياها. حلو، اباخذ الحين بالفرشه، هنا يحتاج بس شعره تعبئه، خلي كذا، ايوه نجحت، برافو. هنا بس بنظف لها هالمنطقه، مو تحديد بس تنظيف، و يكون شكل حاجب ارتب، اهم شيء ما يكون مره محدد، لاني مره مره ما احب هذا الشكل اللي تحت الحاجب، عرفت، يكون كانه فاصل او شيء زي كذا. غمضي، فرشه نظيفه، بعدين بطق عليه بالبرونزر كذا طقه عشان البياض يخف او يروح، بس يعطيني النظافة، اوكي، بس بالبرونزر، اوكي، بنفس اللي حطيته اول مرة بنات كذا، بس عرفتوا تكة ينظف لي اياه وحتى يخفف لي من حدة البياض، اوكي. كذا بنات شوفوا الحاجب، شوفيني نجا، ايوه، لفي لي يمين يسار، حلو. يلا نجي الخطوة اللي بعدها اللي هي المسكرة. حلو، تكنيك المسكرة بنات يبغاله شغل صح، اي مسكرة عندك بس جربي التكنيك اللي بقولك عليه وشوفي فرق الرموش. استخدم من اور جلاس المسكرة، رائعة جدا، بتشوفوا معي النتيجة، شوفيني، حلو، حافظتني كيف، غمضي فتحي، بس بوريكم من وين ابدأ. شوفي فوق نجات، ابدأ من الجذور، ما ابدأ امشط، ابدأ من الجذور واستنى، يعني اثبت واستنى شوي بعدين انطلق، مو على طول امشط، عرفتوا؟ اخليها تاخذ اللون، تاخذ الكثافه. يلا بسم الله، اول شيء غمضي، شوفوا، لاحظوا استنيت كني اعكفها، يلا غمضي بقوه، ايوه برافو، استنى بعدين اشد وارفع، استنى بعدين اشتغل، يعني مو على طول انطلق، لا اعطيها، لان المسكره سايل، فاول ما احطها بس على ما يا دوب تتجمع او تثبت بعدين امسح، اوكي. يلا امضي، اوكي. وعلى فكره في بنات حلوه عليهم رموش المكتله، والله جد، وفي بنات لا، حلوه اللي عليها مره ناعمه، فانت على كيفك العبي باللي تبغينه، اوكي. شوفوا اثبت بعدين افتح، ايوه ايوه اوكي، حتى اصلا يعطيها كانه لوك ايلاينر. حلو، بين طبقة وبين طبقة استنى ثواني بعدين ابدا بالطبقة الثانية، ليش؟ عشان تنشف شوي، فيوم اعطيها الطبقة الثانية تعطيني فوليوم ثاني، عرفتي؟ مو كله ورا بعض ورا بعض. يلا ابدا الطبقة الثانية، غمضي، ثواني يا دوب تنشف، مو بعد وقت مرة، بس عشان تعطيني تتماسك الرموش، ايوه، احب اركز على الطرف عشان السحبة. تحت ان جاها شوي جاها، بس انا عموما ما ابغى تحت مسكرة. كذا نكون خلصنا المسكرة، شايفين معي بنات اشياء كذا بسيطة وسحبة عين سوفت، احس ما في بنت ما تحب هالميك اب، ما في. بحط لها الروج، بختار على مشمشي وابي جلوس، طيب، نبي له رسمة معينة أو بنكبر، لا نفس الشفايف بالضبط، أوكي. أحط لها الحين الجلاس، بعد نفس الشيء حق أول جلاس، يموت اللون، صاير لحمي على مشمشة، إذا نكون خلصنا اللوك. شيء مرة سوفت وذوق البنات، إضافات خفيفة وعطينا شكل صحي.